السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلمات. عملنا لكم فيديو سريع عن الصلاة، أهم وأقوى وأحسن صلاة، and that is so good كمان، يعني in the same time. صلاة البنجر اللي للناس اللي ما بيحبوش يعصر البنجر، و takes time بالنسبة لهم، و really takes time عصر البنجر. فالصلاة دي حلوة قوي، بلس ان طبيخ البنجر لما بيتسلق بيضيع منه كتير قوي من الفوائد بتاعته. البنجر اللي هو الشمندر اللي هو البيت، كل ده اللي هو البنجر. لو عملناه رو طبعا هو احسن، زي ما هو فريش كده من غير ما نطبخه، very good. فبناخد البنجر زي ما هو كده جميل، بنغسله بالمية والخلة، وكان مش اورجانيك عشان هو روت، هو جذور وبيكون في الطينة اصلا، يعني لازم نغسله، يا اما ناخده اورجانيك. لو مش هنجيبه اورجانيك بناخده طبعا في السيزن بتاعه، ما ناخدهوش في الوقت اللي مش السيزن. وبنغسله بمية وخل، بنسيبه بمية وخل كده 10 minutes وننضفه كويس وخلاص. ومش لاننا مش لازم نقشره، يعني ممكن نشيل الطبقة الخفيفة اللي فوق عشان كمان القشرة مفيدة قوي. هناخد البنجر التحفه الجميل ده وهنضربه في الفود بروسيسور. دي الطريقه الوحيده واسهل طريقه اكشوالي، يعني غير كده لازم يكون مسلوق وهو فريش كده جميل. هنضربه في الفود بروسيسور مع كاروت اللي بيحب، مع الجزر، بيضيع شويه الطعم القوي بتاع البنجر. بس اللون فظيع، الطعم تحفه. هنحط عليه شويه زيت زيتون اوليف اويل مع خل. خلي طبعا الاورجانيك الحلو، ما عندناش الخل الجود وان، مش هنحط خل. وليمون كتير قوي، ممكن نحط شويه سيدز من السيدز المفيده اللي هو السيد بتاعه الديل اللي هي بذر الشبت، وتشيا سيد بنحطها عليه. الطبق ده وي كان ليف ات في الثلاجه فور لونج تايم، يعني ممكن اب تو 1 ويك بنخليه في الثلاجه، لانه عليه زيت زيتون كتير قوي، والليمون والخل لو كان خل حلو طبعا كده هو بيرفكت، يعني بيستنى ممكن مده. بناخد منه بقى ونحط على السلطه الخضراء. انا اوريدي حطيت منه على السلطه الخضراء للي مش عاوز ياكل بنجر بس، يعني الولاد مش هيحبوا ياكلوا بنجر بس، اللي هو البنجر مع الجزر. ممكن ناخد معلقه ونحطها على معلقتين كبار ونحطهم على السلطه الخضراء، فهي تبقى عليها اوريدي البنجر. هما بالنسبه للصغيرين يعني معلقه از جود، يعني هتديهم ان شاء الله الفوائد بتاعته. البنجر مليان بالفوائد، مليان لودد بالفيتامين، بالمينرالز، المعادن اللي احنا محتاجينها، بالحديد، بكل حاجه. ان كمان يعني هو طبعا طبيعي، ما هوش فيتامين احنا شارينها مصنعه، فكل حاجه فيه الجسم بيستفيد منها قوي. وبيدي طاقة عالية، او بيعمل بلاد كينس، بينظف الدم، ودي من اكتر الحاجات المفيدة فيه. بلس از فيري جود فور الليفر، يعني كل مشاكلنا من الليفر اللي تعب من التوكسين، تعب من الادوية، تعب من الاكل اللي مرشوش. الحاجات اللي بتنظف الليفر البنجر نمبر 1. عصير البنجر مع مثلا مع واحدة، مع كارت، مع واحدة جزرة، مع تفاحة خضراء، ده عصير رائع قوي. اللي ما عندوش تايم ليه بيعمل السلطة الحلوة دي، وممكن تقطعوا عليها كمان تفاحة خضراء، it works very good كمان. اللي بيحب الطعم ده السيد اوبشنال، اللي عاوز يحط السيد هيزود الفوائد، اللي مش عاوز سيد is okay. فان شاء الله تعجبكم السلطة دي سلطة مفيدة قوي وحلوة قوي. وبالهنا والشفاء عليكم، وصحتين علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.